بس غير اسم التجربة والتجربة دي بتعمل ايه. بس عشان تبقى رجعت التجارب بس وشفت الحاجة بعينيك. بس بالحقيقة ان انتوا المفروض اصلا ما دخلتوش المعمل عشان امتحنكم فيه، وبالتالي كل درجات المعمل هتنضاف للدفعة كلها كمان، بس بشرط اللي حاضر بس النهاردة. اخر شابتر بيتكلم عن الفيلينج بس. خلاص اخر شابتر بيتكلم عن الفيلينج بس. الشابتر ده المفروض كان اخر حاجه تدرسها، لازم يبقى اخر حاجه تدرسها في الكتاب، او المفروض بيدرس في اماكن تانية كتير في سنه رابعه عشان تاخد كتاب، لان المفروض كل اللي انت اخدته في الصيف من اول شابتر لغايه الشابتر اللي قبل الاخير كله بيخدم على الشابتر ده، لان دي اهم حاجه بتحتاجها وانت واقف في الموقع، هي كلمه البيرنج كباست بتاع الصيف، اهم رقم بتحتاجه قبل ما تعمل ديزاين وقبل ما تعمل تخطيط لاي منشأة. فانت في الاول بتروح الموقع بتاخد جثه طويله خالص طولها حوالي 30 متر او 20 متر على حسب التربه اللي عندك، بتاخد منها عينات تبدا تدرسها وتجيب الخصائص بتاعتها اللي هي الكثافه والفويد ريشيو والحاجات دي كلها. بعد ما تجيب الخصائص دي بتروح تعمل لها تصنيف عشان تعرف نوع التربه اللي عندك، هل معظمها سند ولا كلي ولا جرافل على حسب النوع اللي هي موجوده فيه. بعد كده بتدرس الخصائص بتاعتها زي البرميابيلتي والميه والضغط والسيفج والكلام ده. في الشباتر الثانيه اللي هو التاسع والعاشر والاوتامين التاسع والعاشر قدرت تعرف الستيرمنت لو هي سند، والشابتر اللي هو العاشر تقريبا بتجيب الكونسوليديشن لو هي كلي. وفي الاخر خلاص في اهم شابتر من ضمن الشباتر اللي هو الشير سترينت عشان تطلع اهم اثنين بارامتر اللي هم مين؟ سي والفور. لو هتلاحظ قبل ما ندخل على المعاملات اي معادله بتحسب منها البيرنج كاباستي اكتر حاجه مشتركه فيهم اللي هي مين؟ السي. وباقي الفاكتورز كلها بتطلعها بدلاله مين؟ بدلاله الفاي من الجداول اللي احنا بنشوفه. بس في الاول ايه الغرض من ان انت تدرس البيرنج كاباستي؟ انت لو انت بتشتغل مهندس موقع او مهندس تنفيذ اول حاجه بيجي لك تقرير التربه اللي عندك. في اكتر من خمس معلومات لازم تاخدهم منك، بس انت لغايه دلوقتي هيهمك معلومتين بس. المعلومه الاولى بتروح تبص كده بتلاقي في التقرير بخط بورد كده تخين شويه وحاطط تحتيه خط وعمال يحط عليه ملاحظات كتيره يدي لك القيمه بتاع البيرنج كاباستي. يقول لك مثلا البيرنج كاباستي 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. ده معناه ايه؟ ان لو جيت على سنتيمتر سنتي سنتي في الارض اللي عندك اخرها تشيل حمل بيساوي كام؟ 1.5 كيلو جرام. او لو هتحولها بالطن بتلاقيها كام؟ 15 طن على المتر المربع، يعني المتر في متر من التربه دي ما ينفعش تحط عليه اي احمال اكتر من كام؟ من 15 طن. المعلومه الثانيه وبرده مهمه جدا في تقرير التربه اللي هي المنسوب بتاع المياه الجوفيه اللي عندك. ليه لازم تعرف المنسوب بتاع المياه؟ عشان تحدد الاجهادات اللي عندك دي هتبقى اجهادات توتال ولا افكتيف. لان الاجهادات دي لو توتال ولسه في موجوده ميه هنا لازم تروح تحسب ايه؟ كونسوليديشن لو هي كلي، عشان مع الوقت هلاقي الميه دي تطلع وبالتالي التربه دي مش هتفضل بالحاله بتاعتها. مثلا ست شهور هلاقي الميه دي المنسوب ده هينزل شويه، فهيحصل نتيجه الكلام ده ايه؟ هبوط شويه في التربه، فلازم تعرف المنسوب بتاع المياه الجوفيه. فالغرض من ان انت تدرس البيرنج كاباستي في ثلاث اسباب لازم تدرس عليهم البيرنج كاباستي. اول حاجه ان انت بتمنع الشير فيلير. ايه هو الشير فيلير؟ ان الطبقه يحصل لها ما بين الحبيبات بتاعتها كده يحصل انهيار شير، لازم تمنع انه يحصل شير فيلير في الطبقه اللي عندك. طب امنعه ازاي؟ من خلال القيمه بتاع البيرنج كاباستي. طيب اوفي الكلام ده ازاي؟ ان الاحمال اللي جايه على المنشا كلها على الاريا بتاعته ما ينفعش تزيد عن الرقم ده اللي هو بتاع البيرنج كاباستي. الحاجه الثانيه ان انا امنع اي زيادات تحصل في الهبوط. هو هيجي يقول لك في تقرير التربه المسموح اقصى هبوط مسموح ليه بالمنشا ده مثلا ب 10 سم بعد 15 سنه. لو انت جيت حسبت من المعادلات بتاع الهبوط اللي عندك لقيت بعد مثلا 15 سنه لقيت الهبوط ده 12 سم هتعمل ايه؟ لازم تروح تقلل الاحمال اللي عندك وتسيب البيرنج كاست. السبب الثالث وده الاهم ان انت من خلاله اصلا بتعمل تصميم منين؟ الفاونديشن اللي عندك. لما تيجي تصمم قاعده زي كده جاي عليها حمل بي عشان تجيب الاجهادات اللي عليها تعمل ايه؟ يعني طبيعي البي
على الاريا عشان تبقى سيف يعني على الخط زي ما بيقول. البيع على الاريا ده المفروض يساوي كام؟ البيرنج كاباسيتي نفسها. يبقى الرقم ده جيفن عندك، وحمل العمود انت عارفه من الاناليسيس بتاع المنشأ. ولو تروح تجيب مين؟ الاريا. لو هي قاعده مربعه هتقول له دي مثلا بيت البيع، لو هي قاعده مستطيله هتبقى البيت الاريا. وده المبدا اللي بيمشي عليه تصميم اي قواعد في الدنيا، بتعرف البيرنج كاباسيتي وتعرف اللودز من المهندس بتاع الديزاين، ومن خلال الكلام ده بتطلع مين؟ الابعاد بتاع القاعده اللي عندك. لو حصل اي حاجه مش موفيه الكلام ده، لو انت ما قدرتش تمنع الشيت فيلير او ما قدرتش تمنع الهبوط المتزايد او ما قدرتش تعمل ديزاين صح للقواعد، بيحصل حاجه عندك اسمها الشيت فيلير في القاعده في التربه نفسها. في منه ثلاث انواع. النوع الاول حاجه اسمها الجنرال شيت فيلير. لو سمعت في اي ماده سواء فرصانه او اي حاجه ويقول لك كلمه جنرال فيلير، ده معناه ان الماده نفسها متماسكه بس حصل فيلير في الشكل كله، في الجيومتري كله. يعني التربه دي نفسها لو القاعده مكانها حبيبات التربه مع بعضيها متماسكه ما فيهاش مشاكل، بس الويدج كله ما قدرش يشيل مين؟ الاحمال بتاع القاعده، فحصل حاجه اسمها جنرال شيل فيلير. الشكل بتاعه بيبقى بالمنظر ده كده. اول حاجه الجزء ده بيفضل متماسك مع القاعده زي ما هو، وبيبدا ياثر على المثلثين اللي هو يمين وشمال. المثلثين دول بيبداوا يضغطوا على مين؟ على الويدج اللي هنا والويدج اللي هنا. فبيحصل في التربه كلها الحبيبات زي ما هي متماسكه، بس حصل شيل فيلير هنا وهنا وهنا. التمثيل بتاع الهبوط مع الاحمال بيبقى الكيو مع الدلتا اتش، بيوصل لقيمه كبيره جدا اللي هي الكيونت. بعد كده اول ما بيحصل فيلير في التربه نفسها بيقل الرقم ده لرقم قليل قوي. النوع الثاني من الهبوط حاجه اسمها اللوكال شير فيلير. اللوكال ده عباره عن ايه؟ ان التربه نفسها الكوهيجن بتاعها ضعيف، مش قادره تتماسك ما بينها وبين بعضيها، فمش هتروح مثلا شكل المنحنى ده غير المنحنى ده، ان ده بيروح لقيمه اللي هي اعلى مقاومه ليه، اللي هي ممكن تعتبرها هنا اللي هي البيرنج كاباسيتي. هنا لا، الرقم ده هيوصل لرقم ويفضل ثابت. ليه؟ لان التربه نفسها مش متماسكه اصلا. النوع الثالث حاجه اسمها البانشنج فيلير. البانشنج ده لو السويل اللي عندك، لو السويل اللي عندك ضعيفه قوي، حاجه زي السوفت كلي او اللوز ساند رمل سايبه، فبيحصل فيها حاجه اسمها بانشنج فيلير. القاعده نفسها بتاخد التربه ويحصل لها ايه؟ بانشنج، بتعمل لها اضطراب زيها زي الفلات ستاب مثلا كده، لما يبقى في بلاطه وده العمود، الكونكشن هنا ضعيفه فالعمود بيعمل بانشنج لايه؟ للبلاطه كلها. الجنرال فيلير ده بيحصل لو التربه كانت مثلا ستيف ساند او دنس ساند، اللي هي الرمله الايه؟ اللي هي متماسكه شويه. لو اللي هو الجزء بتاع اللوكال شيل فيلير ده بيحصل في الميديم ساند او الستيف كري. الميديم ساند يعتبر هو الستيف كري، كلمه ستيف يعني متماسك شويه. البانشنج ده في اي تربه سايبه او تربه ايه ضعيفه. ده كده اللي هو الانواع بتاع الفيلير. انما لو قال لك الانواع بتاع البيرنج كاباسيتي نفسها، السؤال ده نظري بيتكرر كتير في الامتحانات، لازم توضح له الشكل ده الفرق بينه وبين كل واحد فيهم، ولازم ترسم له الجراف اللي هو العلاقه ما بين الكيو والدلتا اتش عشان يقدر يحدد اعلى كيو عند استمنت. وبالتالي هنا الكيو المسموح، القيمه بتاع الدلتا اتش الهبوط المسموح القيمه بتاعته فين؟ ما ينفعش تزيد عن مين؟ عن القيمه اللي هي بتوازي الكيو. انما هنا وهنا لو حصل الفيلير مش هقدر اتحكم في القيمه بتاع مين؟ الهبوط اللي عندي. كل ما الحمل بيزيد الهبوط ماله بيزيد. لو قال لك بقى انواع البيرنج كاباسيتي نفسها، انت لما كنت بتعمل ديزاين في الخرسانه او في الستيل كنت بتاخد فاكتور اوف سيفتي اللي هو الجاما سي، ومين تاني؟ الجاما اس. اقصى قيمه للجاما سي كانت بكام؟ 1.5، والجاما اس 1.15. الرقم ده معناه ايه؟ معناه ان انت واخد فاكتور اوف سيفتي بكام؟ 50%. يعني لو انت عملت ديزاين لاي عمود مثلا وطلع اللي هو السيف بتاعه 30 في 60 وتروح تضرب الابعاد دي في كام؟ 1.5، بتزودها شويه، والحديد بتضربه في كام؟ 1.5%. الكلام ده عشان الخرسانات، يعني انت شايف السلوك بتاعها. انما في التربه لما يبقى عندك طبقات كتيره كده من التربه مختلفه وتيجي تاخد فيها جثه، فتعرف الطبيعه بتاع التربه عند كل نقطه او عند كل متر. انت ما تضمنش ان التربه دي تبقى منتظمه، ممكن يبقى في طبقه كده مايله. او مثلا انت خدت جثه هنا التربه هنا مثلا في مشاكل كتير، ورحت خدت جثة في اخر المنشأ اللي عندك، فما تضمنش. فبناخد هنا فاكتور اوف سيفتي رقم عالي قوي، اقل فاكتور اوف سيفتي في التربه اللي عندك من 2 ل 3، ده اقل رقم.
ده معناه ايه؟ ان انت لو عملت ديزاين لقاعده وطلعت مثلا 3 في 3 في التصميم ده السيف بتاعها، ما ينفعش تروح تنافس ال 3 في 3. بتضرب الرقم ده في كام؟ ممكن تضربه في 2 او في 3، وفي في المشاريع المهمه قوي الرقم ده بيزيد عن كده، 2 و 6 و7. فالنوع الاول حاجه اسمها الكيو التيمت. الكيو التيمت كلمه التيمت هنا زي اللي ما حسبنا قبل كده الاس التيمت، ده كان معناه ايه؟ اقصى قيمه للهبوط هتحصل امتى؟ في اخر الفتره اللي هي لما المنشأ يحصل له فيلر اصلا. دي اللي هي الاس التيمت. هنا برضه بتحسب الكيو التيمت، دي اقصى بيرنج كاباستي ممكن تتحملها التربه، دي اللي هي بتروح تحسبها على طول من ايه؟ من الايكويجن. يبقى اي ايكويجن هتطلع منها الكيو التيمت او هتحسب منها الكيو، دي اكيد اللي هي الكيو مين؟ اقصى قيمه تقدر تتحملها. قلنا ما ينفعش تصمم على الرقم ده. في حاجتين لازم تاخد بالك منهم. انت المفروض لما بتيجي تاسس دي فاونديشن كده، التربه اللي هنا دي بتفضل مكانها ولا على حسب متغيره؟ على حسب. فهي دلوقتي يعتبر بتقاوم معاك. ليه بتقاوم؟ لو حصل هنا جنرال شيل فيلر بالمنظر ده كده، لو في كيو هنا هتقاوم معاك ولا لا؟ وبالتالي عشان تقلل الالتيميت ده شويه بنقول عليه اللي هو النت التيميت، تطرح من القيمه بتاع الالتيميت دي كلها مين؟ الجاما في الدي، بتعتبر ان وزن التربه ده ماله مش موجود اصلا. يبقى القيمه اللي بتطلع من هنا دي اقصى قيمه تقدر تتحملها في كل الحالات لو في هنا ايه؟ تربه بتقاوم معاك جنب القعده. النت التيميت شيل منها مين؟ الجاما في الدي اللي هو وزن التربه اللي فوق. برضه مش بنصمم على الرقم ده، لان انت لسه كده ما استخدمتش مين؟ اي فاكتور اكسسبت كده، انت حسبت التيميت وشلت منه مين؟ الجاما في الدي. بتروح تحسب الحاجه الثالثه اللي هي الكيو اس ام اللي هي السيف نت التيميت. ايه هو السيف ده؟ اللي هو بتريح دماغك، خلي التربه زي ما هي، اعتبر ان فيها جاما في الدي، بس تعالى على الكيو نت التيميت ديت واقسمها على مين؟ على الفاكتور اكسسبت. طيب الكلام ده برضه بيقول لك لا لسه مش سيف. ليه؟ لان انا برضه ممكن الجامه في الدي تتشال مع في اي وقت. فاقصى قيمه اللي احنا بنصمم عليها دايما اللي هي حاجه اسمها الكيو نت سيف، يعني انت بتاخد الصافي اللي هو بتشيل كلمه نت معناها شيل الجامه في الدي، وكلمه سيف معناها تقسم على مين؟ على الفاكتور اوف سيفتي. يبقى ثلاثه بتاخد الكيو نت التيميت دي تقسمها على مين؟ على الفاكتور اوف سيفتي. ده كده اللي هو الترتيب. انت في الشغل بره مش بتتعامل غير مع رقمين بس، الكيو التيميت دي بتجيبها من المعادلات، لو قسمتها على الفاكتور اوف سيفتي بيجي لك حاجه اسمها الكيو ال اهو، هي دي اللي بنصمم عليها. يبقى ده لو طلب منك في المساله بالتفصيل الكيو التيميت والنت التيميت والنت والنت سيف او السيف والنت سيف. انما انت بره ما بتعملش اي حاجه غير بتحسب الكيو التيميت بس وتقسمها على الفاكتور اوف سيفتي اللي عندك، يدي لك مين؟ الكيو ال اهو. اول واحد في انواع كتيره بيحسب او في يعني اكتر من طريقه بتحسب بيها البيرنج كاباستي. اول واشهر طريقه هي مين؟ طريقه تلزاج. ده افترض شويه افتراضات كده ان شكل الفيلير يبقى جنرال وشكل والقواعد تبقى شالو فاونديشن والكلام ده. اهم حاجه بيقول لك ان الكيو اكتر بتساوي السي اللي هو الكوهيجن في الان سي زائد جاما دي في الان كيو زائد نص في البي في الجاما في الان جاما. الاول تعالى نشوف ايه الفرق ما بين الفوتنج اللي عندك. انواع القواعد عموما في منها نوعين، النوع الاول حاجه اسمها الشيلو فاونديشن، النوع الثاني اللي هو مين؟ الديب فاونديشن. كلمه شالو يعني اساسات سطحيه، يعني بتعملها بتاسسها يا اما على سطح المبنى يا اما تشيل على سطح التربه، يا اما تشيل مثلا متر ونص او مترين وبتحطها على ايه؟ على السطح بتاع التربه اللي عندك. امتى بعتبر القاعده دي شالو؟ لو الدي اللي هو عمق التأسيس على البي أقل من 5. يعني أنت عملت ديزاين طلعت محتاج قاعدة مثلا 4 متر وعمق التأسيس اللي عندك 5 متر، يبقى الدي على البي كام؟ 5 على الأربعة، لسه أقل من الخمسة، يبقى الأساس دي مالها؟ دي فاونديشن. يبقى شالو فاونديشن. إنما الدي باليمين لو الدي على البي أكبر من 5. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ احنا دايما بنصمم شالو. اول ما بتيجي تلاقي التربه اللي عندك هتحفر متر واثنين وثلاثه واربعه والرقم ده بيزيد قوي وعمال تنزل في الطبقات اللي عندك ومش لاقي تربه كويسه، فبتعمل ايه؟
بتعمل خوازيق مثلا او شيت بايل تنزل لغايه مثلا ممكن تلاقي التربه الكويسه على عمق 30 متر، بتعمل خازوق على طول كام؟ 30 متر او اكتر عشان ياسس على الكلام ده. وبالتالي انت لو جيت حفظت كل التربه اللي هي فوق ال 30 متر دي هتاثر معاك ولا لا؟ مش هتاثر، بس في حاله وحيده كده لو ليها كوهيجن هتدخل معاك، هتعرفها بعد كده في الفاونديشن. الكيو التيميت دي متقسمه ثلاث اجزاء. الجزء الاول ده خاص بمين؟ من خلال الجيومتري كده، ده خاص بالكوهيجن. انت عندك اي تربه بتقوم بحاجتين، يا اما تماسك ما بين الحبيبات يا اما ايه تاني؟ الفريكشن. فالجزء الاول ده بتاع الكوهيجن، الجزء الثاني والثالث بتاع الفريكشن. بس الجزء الاول ده خاص قوي بالجزء اللي هو اباف الفاونديشن ليفل. انت عندك دلوقتي اللي بيقاوم ثلاث حاجات، الكوهيجن بتاع التربه اللي تحت، والفريكشن بتاع التربه اللي تحت منسوب التاسيس، والفريكشن برضو بتاع التربه اللي فين؟ اللي فوق التاسيس. فلو نفس التربه اللي عندك ومفيش مشاكل يبقى الترم ده هيبقى نفس الخصائص بتاع مين؟ الترم الثاني. السي هنا اللي هو الكوهيجن، الان سي والان كيو والان جامد اسمها الكيرنج كاباستي فاكتور، دي بتجيبها من جداول المفروض هتبقى جافن في الامتحان، يا اما هيدي لك الجدول كان في الصف. الجاما في هنا جاما وفي هنا جاما، هل في اختلاف ما بين الاثنين دول ولا نفس التربه؟ ممكن يختلف. الجزء ده اللي هي الجاما عند يعني فوق الفاونديشن ليفل. ليه؟ لان اساس القانون بتلاقي الجاما في الدي الترم ده بتلاقيه كيو في الان كيو. الان سي والان كيو والان جاما بتجيبهم بدلاله مين؟ الفاي، بتستخدم القيمه بتاع الفاي وتروح تجيبهم من الجدول. الجاما هنا في الجزء الاول عند منسوب او فوق منسوب التاسيس. الجاما الثانيه عند منسوب التاسيس بالظبط في النقطه دي. لو ما فيش اختلاف يبقى الجاما الاولى هي هي الجاما الثانيه. دول ثلاث معادلات على حسب شكل القاعده. لو قال لك ستريب كوبينج بتستخدم القاعده المعادله الاولى، لو قال لك سكوير او ريكتانجلر القاعده الثانيه، والثالثه لو ايه؟ لو سيركل. هتلاقي الفرق بس في المعاملات اللي ما بينهم، يعني ده واحد وثلاثه، هنا ده النص خلاه 4 من 10. هنا نفس المعادله بس خلى الفاكتور ده كام؟ 3 من 10. النوع الثاني اللي بتحسب بيه البيرنج كاباستي حاجه اسمها المايروف اكويجن. ده بيساوي سي ان سي في الاس اي في الدي في الاس سي في الدي سي في الاي سي زائد الكيو اللي هي مين؟ الجاما في الدي في الان كيو في الاس كيو في الدي كيو في الاي كيو. المعادلات دي كلها هتبقى جبل مش هتحفظ حاجه منها. فانت عندك السي ان سي الاس سي والدي سي والاي سي دي كلها فاكتور بتيجي برضو من جداول فين؟ في الكتاب. الاس سي كلمة اس هنا اختصار لكلمة الشيب فاكتور. ده عبارة عن ايه؟ هنا درزاجي بيقول لك لو شكل القاعدة ستريت فوتنج خد المعادلة دي، لو ديت سكوير فوتنج خد المعادلة الثانية وهكذا. هنا ما قسمش الشكل خالص ولا قال لك نوع ولا كذا، لا هو بيدي لك معادلة تحسب منها الاس سي اللي هو اختصار لكلمة الشيب فاكتور. فلو هي في الجدول عنده لو هي القاعدة ستريب كودنج هتروح تلاقي معادلة لمين؟ للاس سي. لو هي سكوير هتلاقي معادلة للاس سي. كلمة الدي سي ده اختصار لايه او فاكتور بيعبر عن الدبس فاكتور اللي هو الدي سواء الدي سي او الدي كيو او الدي جام. الفاكتور الاخير اللي هو الاي سواء الاي سي او الاي كيو او الاي جاما ده اختصار لكلمه اللي هي الانكلينيشن فاكتور. ده في حاله لو انت عندك القاعده كده مثلا والحمل اللي عليها جاي مايل في اي ميل فلازم تروح تحسب مين؟ الاي. لو القاعده العمود راسي يبقى الاي ده بكام؟ مش بصفر، الاي هنا بكام؟ بواحد. والمعادلات بتاع الاس والدي كلها كده. النوع الاخير اللي بتحسب بيه البيرنج كاباستي حاجه اسمها معادلات الكود المصري. ده بيساوي سي ان سي في اللمدا سي جاما واحد في الدي اف في الان كيو في اللمدا كيو زائد جاما اتنين في البي في الان جاما في اللمدا جاما. اللمدا سي واللمدا كيو واللمدا جاما في جدول في الكتاب كده اللي هو جدول 7-7 بتطلع منه المعاملات دي. تعويض سهل في المعادلات على طول بتطلع منها الارقام دي. انما الان سي والان كيو والان جاما من الجدول العادي بدلاله مين؟ الفاي. الاختلاف الوحيد ان هو هنا بيحدد لك وبيلزمك ان جاما واحد هنا هي اللي فوق مين؟
الفاونديشن ليفل، الخط ده كده اللي هو اسمه الفاونديشن ليفل. الجامه 2 ده الجامه على فين؟ تحت الفاونديشن ليفل. ولو التربه واحده يبقى كده كده الجامه واحده هي هي مين؟ الجامه دي. المثال الاول هنا قاعده مربعه بتساوي 2.5 ب 2.5، الفاونديشن ليفل بيساوي 3 متر، والجامب 1 ب 8، والسي ب 2 طن على المتر المربع. الفاي ب 20 والفاكتور اوف سيفتي ب 3. عايز يحسب الكيو التمت والنت التمت والاس نت التمت والنت سيف باستخدام معدل الترزاج. بتزاج المعدل بتقول ايه؟ اول حاجه انت هترسم المساله المفروض الدي هنا بكام؟ ب 3 متر، والجامه 1.8، والسي بتساوي 2. تعالى كده انت المفروض هتستخدم انهي معدل من الثلاثه؟ السكوير فوت. يبقى 1.3 في السي ان سي زائد جاما في الدي في ان كيو زائد 4.10 في البي في البي في جاما في الان جاما. انت عندك السي وعندك الجاما في الدي وعندك البي والجاما. اول حاجه على طول تقول له بالفاي بتساوي كام؟ 20. تروح تجيب الان سي والان كيو والان جاما اللي معاك بيطلع الارقام دي بكام. الجدول بتاع ترزاجي هو هو الجدول بتاع ماير هو. الجدول بتاع الكود المصري واحد تاني غيره. لما الفاي ب 20 والان سي 17.7 والان كيو 7.4 5 والان جاما 5. كده انت طلعت دي اسمها البيرنج كاباستي فاكتور. تروح بعد كده تقول له ان الكيو التمت بتساوي كام؟ هتعوض في المعادله دي كلها عندك البي. طيب الجاما بكام؟ 1.8 من 10. بس دي الجاما في انهي مكان؟ فوق الدي. ما تكلمش عن اي تغيير ولا ادالك اي جامه ثانيه، يبقى الجامه الثانيه بكام برضو؟ زي ما هي ب 1.8. طيب لو في ميه هنا مثلا في النص، الجامه الاولى هنا هتبقى مين؟ انت عندك الترم ده لوحديه قلنا بيساوي الكيو. الكيو طبيعي بتساوي كام؟ الجامه في الدي. يبقى عندي جزء هيستخدم مين؟ الجامة العادية اللي هي جامة بلجو في دي على 2 مثلا، زائد الجزء اللي تحت المية هياخد الجامة سبنرجي. طيب الجامة التانية اللي هي هنا هتاخد الجامة اللي هي واقفة عندها اللي هي سبنرجي زائد. هيطلع هنا الكيو ب 95 طن على المتر المربع. دي كده اللي هي الكيو التمت. عايز احسب الكيو نت التمت. كيو نت التمت هتساوي كام؟ نفس الرقم ده زي ما هو هتطرح منه مين؟ 1.8 اللي هي الجاما في الدي اللي هو ب 3. هتطلع ب 89.6 طن على المتر المربع. بعد كده الكيو نت سيف بيساوي ايه؟ نفس الرقم ده اللي هو الكيو نت التمت اللي هو 89.6 على الفاكتور اوف سيفتي ب 3، وهتجمع عليه مين؟ الجاما في الدي اللي هي 1.8 في 3. دي اللي هي الالتمت سيف او اللي هي لسه قبل اخر مرحله هتساوي 35.26. اخر حاجه خالص اللي هي الكيو نت سيف بتساوي كام؟ هتاخد الجزء ده لوحديه اللي هو 89.6 على ال 3 29.87. ده كده لو طلبها تفصيل اللي هي الالتر والنت التر وبعدين السيف والنت سيف. المثال الثاني هنا عايز يستخدم المعادله بتاع ماير روبر. الدي ب 1 متر والفاي ب 35 ومفيش كوهيجن السيف صفر. والفاي فوق الدي ب 1.8 وتحت الدي ب 8.10. والفاكتور اوف سيفتي بيساوي 3. المعادله بتاع ماير روبر هنا هتساوي كام؟ كيو التمت. ما تجيش تكتب المعادله دي كلها
وتاخد وقت وتقعد تطلع المعادلات دي كلها. هو قال لك ان السي بتساوي كام؟ بالظبط. يبقى كل الترم ده مش معايا، عشان ما تحسبش الاس سي او الدي سي او الاي سي. يبقى المعادله هتبقى عباره عن ايه؟ كيو ان كيو ان كيو اس كيو الاس كيو الاي كيو في الاي كيو زائد نص جاما نص جاما في البي اس جاما اس كيو اس جاما ان جاما او دي جاما اي جاما. دي كده اللي هي المعادله. الكيو هنا اللي هي مين؟ جاما في الدي اللي هي الجاما في الدي. انهي جاما وانهي دي؟ جاما اللي في كده كده بواحد. الجاما اللي فين؟ الكول فاونديشن اللي ب 1.8 زائد او في. هروح اطلع من الجداول لما الفاي بتساوي 35. حد طلع الارقام دي كده؟ 7.5 كيو بتساوي كام؟ 41 و4 والان 42 و4 والان جاما كام؟ 42 و4 42 و4. لو انت في الجدول ما لقيتش القيمه بتاع الفاي، قال لك مثلا الفاي 34 او 32، حاول تشوف هي المفروض تعملها انتربوليشن يا اما تعملها نسبه وتناسب. بس لو انت ما عادش وقت في الامتحان خدها كده بالتقريب، يعني ممكن تاخد المتوسط على طول ما بين اللي قبليها واللي بعديها. كده عندك الكيو والان كيو. طيب الاس كيو هتطلعها منين؟ اللي معاه كتاب يطلع المعادله بتاع الاس كيو. دي المعادله بتاع الاس كيو بتاع الصوت. الكي بي هنا هتساوي كام من الجدول اللي عندك؟ تاني انفرس 1 دي على البي. ايه؟ تاني انفرس 1 دي على البي. قلش مني يا عم. عملها تاني تربيع. انفرس مش تربيع. انفرس مش تربيع. سالب واحد. المعادلات بتاع ميرهوف في الكتاب اللي هي من صفحه 154. في الاول اول خانه دي كده المعادله دي فيها مشكله ما حدش يستخدمها. انت دايما بتقول له ان الكي بي الرقم ده ثابت تان تربيع 45 زائد فاي على 2 دي اللي هي الكي، وتروح تحسبها الاول. بعد كده عندك ثلاث ارقام الدي سي والدي كيو والدي كيو الثانيه. الحاله الاولى لو اي فاي اي قيمه للفاي. الحاله الثانيه لو الفاي اللي عندك اكبر من 10. الحاله الثالثه لو الفاي بتساوي 0. فانت بتشوف الحل الفاي هنا بكام؟ 35. يبقى هتروح للترم اللي هو الفاي اكبر من كام؟ من 10. طب ليه ما حسبناش الدي سي اول واحده؟ الخانه اللي في النص دي الكي بي بتساوي تان تربيع فاي زائد 45 زائد فاي على 2. المستطيل الاول ده اللي هو الدي سي. هنا في المعادله السي كلها مضروبه في الدي سي والان سي كلها بصفر، فمش هنحسب مين؟ الدي سي. الخانة الثانية الدي كيو والدي جاما بتساوي 1 زائد 2 من 10 كي بي في الدي على الفي. الخانة الأخيرة اللي هي الدي كيو والدي جاما. فأنت بتروح تحسب أول حاجة الكي، وتروح تحسب بعد كده مين؟ الدي كيو أو الدي سي المناظرة ليها. يبقى دي تربيع وشو؟ دي هتطلع بواحد و18 من 100. يبقى تن تربيع يا باشمهندس. من نفس الجدول هتطلع الدي كيو والاي كيو. الاي كيو هنا بكام؟ الاي كيو 1 ناقص 6 على 9. الاي كيو كلها بواحد لان مفيش اي ميول في الحمل. لو قال لك الحمل مايل تاخد قيمه لمين؟ للاي كيو اللي عندك. هيطلع التوتال هنا بيساوي 106 طن على المتر المربع.
الكيو دي قدمت ولا لابل؟ لو قال لك هات اللابل بتاعها تقسم على طول على مين؟ على الفاكتور والسيجما. المساله الثالثه بتاع الكود المصري مفيش اي حاجه، كلها تعويض في المعادلات. هتخش على كده الكيو لاندا سي واللاندا كيو واللاندا جاما وتطلع القيمه بتاع مين؟ الكيو ار. نكمل ولا لا؟ يا دبي شباب عشان ما اسحبش الدرجات بتاع المعمل. وهي كده واسحبها والله. الجو حر بقى اساسا في حد شغال في الشغل. تعال الصوت. طيب السي 4 من 10 والفايب 20، الجاما ساتوريشن 1.9 والفاكتور اوف سيفتي 3. عايز يحسب الالتيميت بيرنج كاباسيتي والالتيميت لود، الحمل نفسه مش البيرنج كاباسيتي بس، في ثلاث حالات. الحاله الاولى لو الووتر ليفل على ارتفاع 2 متر من سطح الارض. الحالة الثانية لو المية عند منسوب التأسيس بالظبط. الحالة الثالثة لو على جريد ديبس، لو على عمق أكبر شوية. فتعالى ارسم القاعدة كده، عليها حمل أنا مش عارفه، عايز القيمة بتاعت الألتيميت ولا اللو. مبدئيا كده عشان تجيب الحمل هتعمل إيه؟ هحسب البيرنج كاباسيتي الأول، وعندي الأريا هطلع منها مين؟ الحمل، لأن يعني المفروض الحمل ده بيساوي البيرنج كاباسيتي في مين؟ في الأريا. الحالة الأولى اللي عايز يحسب عندها لو منسوب المية أعلى من منسوب التربة بعمق كام؟ 2 متر. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية لو منسوب المية عند مين؟ عند الفاونديشن ليفل. الحالة الثالثة لو على عمق كبير من الاثنين. تعالى كده اكتب المعادلة، أي معادلة فيهم مثلا بتاعة ارزاق اللي هي بتساوي كيو أو سي إن سي في 1.3 زائد جاما في الدي بالان كيو زائد نص في البي بالان جاما، جاما 2 في الان جاما. في الثلاث حالات هنا ايه اللي هيختلف؟ المعادله دي ايه اللي هيتغير فيها في الحاله الاولى والثانيه والثالثه؟ السي ان سي كده كده ثابت. عندك السي والان سي هتجيبها من المعادلات، الان سي والان كيو والان جاما هتجيبها من الجدول. ايه؟ الجاما هنا بكام؟ في هنا جاما وفي هنا جاما. تاخد دي بكام ودي بكام؟ انا عارف ان الان كيو والدي والبي والان جاما كل ده ثوابت، الوحيد اللي هيتغير معاك في الحالات الثلاثه اللي هو مين؟ الجاما. الجاما الاولانيه دي تعالى نحل المساله في الحاله الاولى، لو الميه اعلى من منسوب التربه بكام؟ ب 2 متر. الجاما الاولانيه هنا هتساوي كام؟ اللي هي 9 من 10. دي الجاما بتساوي 1.9 من 10. يبقى الجاما في الحاله الاولى 9 من 10. الحاله الثانيه 9 من 10. هتروح تطلع من هنا الكيو ار، هتاخد الجاما دي بتسعة ودي بتسعة. هتطلع الكيو ب 111 و3 طن على المتر المربع. عشان تطلع القيمة بتاع الحمل هتعمل ايه؟ البي التيميت بيساوي نفس الكيو في مين؟ كيو في الاريا اللي هي بتساوي 2 ب 2.
يبقى الحمل هيساوي 445 واتنين من عشرة طن. يبقى انت لو جيت عملت الديزاين للاعمده وطلعت الحمل بتاع العمود مثلا 500 طن عشان تسايب هتعمل ايه؟ تزود المساحه، يا اما تقلل الاحمال يا اما تزود المساحه بتاع مين؟ القاعده اللي عندك. دي كده الحاله الاولى. تعالى الحاله الثانيه اللي هي لو الميه بالظبط عند الفاونديشن ليفل، ايه اللي هيختلف؟ نفس كل حاجه ثابته زي ما هي، بس الجومة هنا ديت فين؟ 1.9. طيب ليه الجومة دي خدناها 1.9؟ لأن الجومة دي هي اللي أعلى الفاونديشن ليفل، خلاص مفيش مية هنا، فالجومة هنا هتبقى بكام؟ 1.9. الجومة التانية زي ما هي ثابتة لأن المية موجودة هنا عند العمق ده، فهتطلع الكيو أكتر. عشان المفروض جومة واحد تبقى بالك، جومة واحد تبقى بالك مش الجزء ده هو ما اتدرجش الموضوع، بسبب اللي جدا عندك زي ما في الحالة الثالثة ايه اللي هيختلف في المعدل؟ الحاجة الوحيدة اللي هتختلف هنا مفيش أي مية خالص، وهنا برضه مفيش أي مية، وعلى عمق كبير قوي، فدي 1.9 والثانية زيها برضو 1.9. هتجيب الكيو وتضربها في الاريا تجيب مين؟ الحمل اللي عندك. لو قال لك علق على النتائج، يعني مثلا بي واحد هنا طلع ب 380 وبي 2 445 وبي 3 456. القيم بتاع البي هتساوي واحدة 380 وواحدة 445 وواحدة 456. ايه التعليم بتاعك على النتائج؟ طبق ال ايه؟ ايه اصلا اللي عمل تغيير في القيم بتاع البي؟ مية. طيب الافضل بالنسبة لك يبقى في مية في التربة ولا مفيش اصلا؟ مفيش. يبقى مفيش مية. ليه بقى؟ عشان السؤال ده بيتسأل في الانترفيو كتير. ليه لو عندك لو المية مش موجودة في التربة بيبقى افضل بالنسبة لك؟ السيجما توتال بتساوي كام؟ سيجما افكتيف زائد مين؟ سيجما زائد مين؟ لو مفيش ميه الافكتيف بتقرب منين؟ بتبقى كلها توتال، التربه عندك بتقاوم بكل الاجهادات الكامله بتاعتها اللي هي التوتال. انما لو الميه طلعت بتبدا تقلل منها القيمه بتاع مين؟ اليو اللي عندك. في المساله الثانيه هنا بيقول لك عندك قاعده والحمل بتاع العمود 150 طن. الجامة بتاع السويل اللي فوق الديج 1.8 واللي تحت الديج الجامة ب2 والسي ب7 والام في ب1/100. الجامة اللي بعديها ب1.85 والسي ب4/10 والام في ب3/100. عايز يحسب اقل عرض للقعدة، يعني من المغاريب كده عايز يعمل ديزاين للقعدة اقل عرض ممكن يبقى سيف، مصممها على انها سكوير فود. تعمل ايه؟ عايز العرض بتاع القاعدة اللي هو بيزودش الهبوط اللي عندي اكتر من 2 سم. يبقى الهبوط المسموح بيه كام؟ 2 سم. يبقى الاس اللي هو الالوم كله بيساوي 2 سم. القانون بتاع الهبوط بيساوي كام اصلا؟ بيديلك الام بي يبقى ام بي في الاتش في الدلتا بي. انا عايز البي المينيمم، بس البي برضه هنا مالها لسه ما ظهرتش. ده اقصى هبوط هتحمله الطبه اللي عندك. الام بي جبل والاتش دي التخانه بتاع الطبقه. عشان اطلع البي اللي هو عرض القاعده هيظهر فين؟ في الدلتا بي. ما هي الدلتا بي هنا المفروض بتساوي كام؟ حمل العمود على الاريا. ايه؟ المفروض تاخد دي ولا دي؟ الاثنين كليه، الاثنين ليهم ام في وليهم سي. الهبوط بتاع مين؟ مجموع الطبقتين. في مساله اخدناها قبل كده في الكونفرزيشن كان عندك ساند وكلي، وساند وبعديها كلي. كان الاس التوتال عباره عن ايه؟ الهبوط بتاع الكلي لوحده الاولى زائد مين؟ زائد الثانيه.
يبقى الام بي هنا هتبقى للتربه الاولى واتش للتربه الاولى ودلتا بي للتربه الاولى زائد مين تاني؟ ام بي الثانيه اتش للتربه الثانيه في دلتا بي الثانيه. الدلتا بي هنا هتساوي حمل العمود. عندك هنا الاس تروح تطلع من هنا مين؟ الدلتا بي. الدلتا بي اساسا بتساوي الحمل على الاريا. الاريا هنا اللي هي ايه؟ هنفترض مثلا ان العرض بتاعها بي، هتقسم على العرض اللي هو بي 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 على بي في البي. كده انت جبت الاجهادات عند سطح القاعده هنا، انما لو جيت انت بتحسبه فين؟ في المنتصف. فلازم البعد ده يبقى عباره عن ايه؟ بي زائد اتش. البي زائد اتش اللي هو من الطريقه التقريبيه بتاع الاجهادات. هيبقى عندك معادله واحده المجهول فيها الوحيد اللي هو مين؟ اللي هو البي. طيب لو جه قال لك انا عايز احسب الفاكتور واكسبه. عادي طبعا. ايه؟ الاتش اللي هي المسافه الراسيه لغايه فين؟ المنتصف. اللي هي في الحاله الاولى هتبقى بكام؟ هنا ب 2.5. طب والطبقه الثانيه؟ النص الثاني. هتبقى 5 زائد كام؟ نص بي 3 زائد نص الطبقه الثانيه. طيب يبقى دلتا بي 1 بتساوي الحمل على بي زائد 2.5. بي زائد 2.5 دي الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه بتساوي كام؟ نفس البي على بي زائد كام؟ 7. 5 زائد 2 يبقى زائد 7. بي زائد 7 كده اخد الاثنين دول. المعادله كلها بالظبط ما فيهاش غير مين؟ البي هي المجهول. طلع من هنا البي. طيب لو قال لك عايز احسب الفاكتور اوف سيفتي هتروح تحسب ال كيو ألتمت. ال كيو ألتمت وتقسمهم على بعض. هنا ال كيو ألتمت هتحسبها منين؟ أي معادلة عندك سي إن سي زائد كيو في ال إن كيو. هنا في المعادلة مش بيتكلم عن الفاي، الفاي بتساوي صفر. أول ما يقول لك الفاي بتساوي صفر ما تاخدش أي حاجة خالص غير مين؟ سي إن سي. يبقى لو جاء لك السي بصفر هتطير الترم الاول بس، لو قال لك الفاي بصفر هتطير مين؟ الترم الثاني والثالث. هتحسب من هنا الكيو اللي هي الالترا والكيو الاول هتساوي كام؟ اللي انت جبتها من هنا اللي هي البي على الاريا. دول الفاكتور في 6 بيساوي الكيو الترا على الكيو الاول. لكن الكيو الترا من فرق للطبقتين. اللي دي مش يا سلام.